رسول الله ما بقاش يعمر في بلادنا. اتكسرتي في الظلم في الحرب هلك وهالشجعان، صحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا، تحيي الجزائر الرويح يا والشلتان، تحيي الجزائر حرة رجال ونسوان، تحيي الجزائر حرة رجال ونسوان، نطلبوا ربنا بالنصر لشعبنا ويحيى قومنا في جهل عدنان، نطلبوا ربنا بالنصر لديننا ويحيى شعبنا رجال ونسوان. كسرتي في الظلم في الحرب هيك وهالشجعان، صحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا، تحيي الجزائر حرة يحيى والشبان، تحيي الجزائر حرة رجال ونسوان. تسيبنا وصلات الهادي شفعنا سيد ابن وعدنا، الله اكبر سلاح المجاهدين زيادنا، تنصر جيش التحرير على العدا من فضل الرحمن، تنصر جيش التحرير على العدا من فضل الرحمن، اللي استشهد مرحوم واللي عاش يبقى في نادان، ما بقاش يعمر في بلادنا، اتكسر في فصل الحرب هلك وهالشجعان، صحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا، تحيي الجزائر حره ويحيى والشبان، تحيي الجزائر حرة رجال ونسوان. الشهداء المضحيين اللي اجلوا طالنا، اكرمهم يا ربي بالقصر في جنة رضوان، اوضع الرحمة في القلوب يتربى ولادنا، المسلم معلوم بالعفو جاء في القرآن، يا مواطن اشتهد يا سيدي علوم الزمان، ما بقاش يعمر بلادنا، تكسر في الظلم في الحرب هلك وهالشجعان، صحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا، تحيي الجزائر الرايح يا والشبان، تحيي الجزائر الرايح يا عربية خضر وبيض معروف علامنا، عليها نجمة وهلال منورة رفدوا
والشباك. تونس شكت نار عزها ما يخطي بالبالنا، خدمة الواشي باشايع وناس البرلمان. طاب السولي بيامي طرى الحجاز يا جمال، شاهنا القادي يعبر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أماتوا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا ربي أرحمهم، اللهم يا ربي أغفر لهم، اللهم يا ربي تب عنهم، اللهم يا ربي ثبت جهادهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا ربي ثبت جهادهم يا رب العالمين، اللهم يا ربي ثبت جهادهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا ربي اغفر لنا وتب عنا واهدنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له ملا يا رسول الله ان المجاهدين توعنا ماهوش بزاف، قال لهم لا المجاهدين بزاف، مجاهد الحرب اللي مات مضروب من قدام، ماهوش مضروب من القفاء، ماهوش هارب. على خطرك شلاه المنافق الكبير اللي يهرب من ساحة الوغى، هذاك هو المنافق الكبير. لكن قال في ساحة الوغى هذا المجاهد، والمجاهد الثاني هو اللي مطعون، والمجاهد قصدك الشهيد، الشهيد 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 اللي مات بالمرض، اللي مات بالطاعون، اللي مات بالمبطون، اللي مات غريق، اللي مات غريق مش راح يتنزه يعوم في البحر ويتفيح وكذا، لا لا مات غريق الله حتما عليه، اللي مات اكسيدا، اللي مات مال الشهداء الرسول صلى الله عليه وسلم يحسبهم فوق حتى فوق العشره، فوق العشره من الشهداء، من الشهداء هذو كل محسوبين الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اماتوا بل احياء عند ربهم يرزقون. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا رب اجعلنا واياهم من الشهداء، اللهم يا ربي اجعلنا من الشهداء، اللهم يا ربي اكتب لنا الشهادة، اللهم يا ربي اكتب لنا الشهادة، اللهم يا ربي اعف عنا واغفر لنا وتب عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله فيكم وبورك بالجميع، يعطيكم الصحة، وربي إن شاء الله يكتب لكم حسنات الشهداء. آمين يا أرحم، لأن الشهيد يشفع فيه 70 ولا 80 من الأقارب بتاعه يشفع فيه، والشهيد يكتب له كل الله تبارك وتعالى، إلا الدين اللي بينه وبين الناس لازم يقتصوا من يسلكوا الدين لازم يسلكوا. وسمحوا لي على كل حال ما قدرتش بارك الله عليك يا شيخ. يا وش الجزائر، رجال ونسوان.